طبعا استحاله اللي زعلت فيه. وإذا مرضت فويشفيني وإذا مرضت فويشفيني وننزل القرآن معه شفاء ورحمة المؤمنين. هذا سيطر هذا من هذا الجم داخله من الخوف القاري يصير يشيل هذا طفل على ثلاثة كافر. ونزل القرآن معه شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه شوف جن يضربني عفوا شوف شنو يضربني لو ما يضربني. شوف حبيبي تعال يمي. وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني. اضربني الله أنفق خشا أنفق خشا. شوف هذا الجن يضربني هسه يطيب منين شو اسمه أستاذ؟ هذا مو عباس هذا الجن هسه عباس يطيب إن شاء الله أخرج أيها الجن. وإذا مريت فهو يشفيني. يهودي أصلي قائد مساعد محل الدليل. مشكلة بس الزمن. هذا الجن شوف ضربني أنا حد أفرح يجي. هذا الجن ما وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه شوف هذا الجن شوف هسه يطلب يعني يهودي إذا استسلم قل لا إله إلا الله. لا 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 استسلم على دين الإسلام. شوف ما يستسلم يقول أنا يهودي احترامي للإسرائيلي واليهوديين. الجن يعني نحب كل الناس يهودي مسلم مسيحي هدفنا خدمة البشرية بس اخرج يا عدو الله اخرج يا أيها الجن. ما اخرج استسلم. شو اسمك؟ شعليا. هسه اضربك والله. اخرج استسلم لو تخرج لو اضربك. شو اسمه استاذ عباس؟ اذا ما تخرج من جسد عباس ابني حبيبي باي مكان جايني؟ راشدي بغداد. راشدي بغداد هذا بغداد انا ما اخاف منك بس ما تضربني. يلا استسلم على دين الاسلام. يلا انت رجل ومرعى. رجل ما استسلم. كم صار هيك استاذ؟ صار اسبوع هيك وقاعد صار يقول 15 يوم يقول 15 هسه وعد ابنك يطير شو اسمه ابنك؟ عباس. عباس. وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. عباس. عباس. جن. والله هذا مو عباس هذا الجن. هسه طلع هذا الجن يهودي شوف هذا الجن شوف شو يسوي هسه ابنه يطيب باذن الله. هسه ابننا هذا مو عباس كان جنب داخله عفريت. شوف هسه تشوفون ابننا اذا عباس باقي بجسمه يتحرك اذا ما باقي ما يتحرك. ربيش ابننا الغالي العباس الورد البغدادي. شوف الجن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان الانساني عدو مبين. تحرك اذا جن باذن الله تعالى. واذا مريض فهو يشفيني واذا مريض فهو يشفيني. الله اكبر طارق جماعه خير صلي على النبي. اللهم صل على النبي. حلوه حبيبي هذه شكلها حلوه. عباس ايش اسمك؟ اسمع اسمع صوتك شو اسمك انت؟ عباس افتح عيونك يعني انهض امشي 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 ايش بيك؟ يلا امشي. شوف عباس ليش هسه ضربت الشيخ؟ انت ما ادري ايش صار قبل شوي ليش ضربت الشيخ؟ شوف يقول مو اني شوف هذا الجن ليش ضربت الشيخ قبل شويه؟ هسه قبل شوي انت ضربت الشيخ مو انت؟ شوف يعني هسه انت يعني هسه انت زين؟ هسه يبوسني انت منو؟ عباس عباس يعني قبل شوي ما ضربت الشيخ؟ ابد؟ انا ضربت الشيخ استغفر الله استغفر الله. جن باقي يتحرك دقيقه ما بستوعب اذا جن باقي يتحرك ما في مراجعه والله خلقنا لك عباس ما نستعجل هني عشان كذا عباس بدك تسوي شيء هذا هسه اذا عباس شوف شوف اذا الجن بداخله يتحرك اذا مو بداخله ما يتحرك. عباس هذا جن ضربني شتي شوف ضربني وايا بس مو كان عباس. عباس شوف هسه بس هذا الطفل لا يمشي اختي. شوف عباس هسه لازم اذا اوراق يعني قاعد لازم يضربني ودي برا اختي ودي برا ما ادري شو بقى ليش ما تضربني بوسني؟ جماعة خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعتذر من العالم يا بغداد. اعتذر من العالم. وصلى الله على سيدنا محمد.
يلا جماعة كل خير. يلا عباس عباس دقيقة عباس بأي مكان جاي؟ عباس بأي مكان جاي؟ بغداد أبو سواس كلها بغداد الشيعة والسنة أبو سواس كلكم خلاص. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معجزة القرآن. عباس عباس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباس صبت من وين بابا عباس؟ بوس بابا الغالية وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. أليس في كل عالم يفتحوا المستشفيات حتى ننقذ الآلاف مثل عباس؟ يوم يقتلنا أنفسهم الجن يقتلهم ما يعرفون بنفسهم هم الجن هم ما يعرفون هو الجن. عباس كان جن بداخله مو عباس ولد طيب عاقل شريف ابن شريف ولكن الجن شوف شباب العباس يوميا مئات الناس يموتون بهذا الموضوع ما يعرفون الطب ما يعرف الجن بالفحوصات ما يطلع والله. يا اغنياء يا اهل الملوك ساعدوني حتى افتح مستشفيات باذن الله. انا اخذوني يم الشيوخ كسروا الاصابع هذني هسه سووا حتى حجام ظهري تعال شوفه وحتى حجامه براسي سووا لا حول ولا قوه حتى بالعوده ضربون على ظهري كسروا صحيح انت ابوه مبروك لكم وصلى الله على سيدنا محمد. افتحوا مستشفيات حتى نخدم الناس بدون مقابل في سبيل الله وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوي شي عباس حبيبي عباس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.